كمان نادر شوقي كشف عن حاجات مهمة في تفاصيل التعاقد وشهودها، نشوفه. امتى حسيت ان رمضان هيمشي؟ فين؟ يعني مش هتعاقد مع النادي الاهلي. حسيت في اللي هي الاجتماع اللي هو جابنا فيه، كنت انا وشريف والناس دي في بيته. في بيته هنا في القاهره. في بيته في القاهره، حسيت ان هو خلاص قرر ان هو يروح بيراميدز. مين اللي حضر الاجتماع؟ جوز اخته سليمان. صديقه علي. علي صح. صديقه بقى وكيله بقى ولا كانش لسه وكيله؟ ما اعرفش العلاقه عامله ازاي. نعم. وشريف اكرامي طبعا. نعم. وشريف جه برضو حضر يعني. ده كان قبل الانتقال بقد ايه تقريبا؟ ثلاث اربع ايام يعني. بعد ما المسج وصلت الاهلي بثلاث اربع ايام، او قبل المسج توصل ليومين ثلاثه قبل ما توصل الاهلي بيومين ثلاثه. بتهيألي يعني مش فاكر بالظبط. وساعتها قال لك خلاص انا مش هكمل في النادي الاهلي، ولا كان احساس؟ لا، قال لي خلاص انا عملت، انا خلاص اخترت بيراميدز خلاص. اظن شفتوا النقاط البارزه على حروف المفاوضات وشهودها. شفت الحقيقه من نادر شوقي على الجلسه اللي حصلت وتوقيتها وحضورها عشان ما حدش يتكلم. بس كمان كلام نادر شوقي فكرني بحاجه، انه لما قال ان انا في مفاوضات الاهلي مع احمد فتحي، النادي الاهلي استجاب لكل طلبات احمد فتحي، لكنه احمد فتحي تمسك بالانتقال رغم ان الاهلي قدم له اللي هو طلبه، انما واضح انه كان عنده الرغبه. وساعتها قلنا ده اختيار احترافي، كمل احمد فتحي تجربته، انهى عقده مع النادي الاهلي كما يجب ان يكون كلاعب محترف، وانتقل في هدوء واحترام. ده اللي احنا كنا بنقوله لبقيه اللعيبه، لما تفضل مع النادي الاهلي انت الكسبان. لكن بصراحه هو بيراميدز عايز ايه من النادي الاهلي؟ واشمعنى الاهلي يا بيراميدز؟ ايه اللي بيحصل؟ وبيلعب في راس مين تاني؟ بعد الفاصل.